الإغلاق المؤقت لجسر الغزالي يعد بداية مرحلة تطوير الجسر الجديد، والذي يعد المرحلة النهائية في مشروع تطوير طريق الجهراء، وسط آمال بتحقيق جميع الآمال المرورية المرجوة من المشروع المقرر الانتهاء منه مع جسر الشيخ جابر، وذلك نهاية عام 2018. حديث كير أثاره مشروع جسر طريق الغزالي، حيث أدت الأشغال منذ انطلاقها إلى ازدحام مروري خصوصا في منطقة الشويخ الحيوية. طريق الغزالي الكل يعرف أن طريق شبه سريع، طريق يربط بين ميناء وبين مطار، طريق ما في ولا إشارة ضوية، طريق يمر بجامعات، يمر في مناطق سكنية، يمر في مناطق لوجستية، يمر في تجمعات حتى ترفيهية، مناطق حرة. ففجأة أنك تحوله إلى إشارة ضوئية، وطول هالسنوات هذه اللي مرت كان خط شبه سريع، هذا تأثر في معظم شبكة الطرق عندنا في الكويت. عراقيل كثيرة جعلت حلول الأزمة المرورية غير مجدية في بعض الأحيان، منها تناقل قائدي المركبات معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وعدم التزامهم الإرشادات المرورية، بالإضافة إلى ارتباط المشروع العملاق بمشاريع طرق أخرى. جسر الغزالي هو نقطة التقاء 5 أو 6 مشاريع، فأكيد راح تكون في أمور معقدة وتحتاج إلى تفاصيل. بداية مشروع جسر جابر تأخر نوعا ما، فارتأت كذلك وزارة الأشغال أن تأخر تطوير الغزالي علشان يتواكب كله في النهاية مع نهاية جسر جابر. قاعد نحاول بقد ما نقدر بالتنسيق معهم نوفر تحويلات مرورية سهلة، أو خلينا نقول يعني ما تكون وايد معقدة وما تأثر سلبا على الطريق، بس إن شاء الله في النهاية مع الصبر خلال خلينا نقول 5 سنوات الجاية راح يكون في، أو أقل من ذلك، بخلال 3 إلى 4 سنوات الجاية راح يكون في إن شاء الله تطوير ملحوظ في طرق الكويت. الصعوبات دفعت الجهات المعنية إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل تحقيق سلاسة الحركة في الرئات التي تتنفس منها الكويت، وذلك حتى الانتهاء من غالبية المشروع في نوفمبر 2018.